إعطاء إشارة انطلاق المرحلتين الأولى والثانية لمشروع مرفأ تونس المالي في الحسيان بكلفة جملية تقدر بحوالي 6 مليار دينار فاصل 5. في ختام أشغالها، الهيئة الوطنية للمحامين تقرر الإضراب العام الحضوري لمدة 3 أيام بداية من 29 من نوفمبر الجاري. اليمين الفرنسي يحسم اليوم في الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية بين المتنافسين فرانسوا فيون وألان جوبي. نشرة الظهر للأخبار، أهلا بكم. في منطقة الحسيان يمتد مشروع مرفأ تونس المالي الذي تقدر كلفته بحوالي 6 مليار دينار فاصل 5. مشروع أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد إشارة انطلاق المرحلتين الأولى والثانية له، وسيضم المرفأ تجمعا للخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات ومركزا للشركات التجارية ومركزا للتأمين وإعادة التأمين وشركات التكافل وآخر للصرف الدولية. وسيكون مرفأ تونس المالي مدينة متكاملة توجد فيها مدرسة للأعمال التجارية ومركب تجاري وفنادق من فئة 5 نجوم وميناء ترفيهي. كما سيتم في إطار المشروع نفسه إقامة جامعة حرة ومستشفى وفضاءات ومساكن فردية وجماعية وبرج متعدد الاستعمالات. مشروع مهم ومشروع ضخم بالنسبة لهذه المنطقة، سيشغل حاليا 1000 موطن شغل في البناء، وسينطلق يعني انطلاقا من اليوم. مشروع ضخم بقيمة 3000 أو 6500 مليون دينار على عديد من السنوات. المرحلة الأولى ستنطلق اليوم، فيه 4 مراحل. مشروع ضخم مع شريك بحريني، كان معطل المشروع، حاولنا نسرع فيه ونفك العراقيل اللي كانت موجودة، لأنه أنا أكدت أنه الاستثمار هو الذي سيخلق الشغل، وكنت أكدت مع الشريك البحريني على ضرورة تشغيل أبناء المنطقة وتشغيل الشباب التونسي العاطل عن العمل حامل الشهادات، وأكدت أن هناك كفاءات كبيرة في تونس في كل المجالات لتشتغل في هذا المشروع. وهذا النوع من المشاريع يمكن أن يخلق حركية وديناميكية في هذه المنطقة، وتبقى تونس أيضا وجهة استثمارية كبرى. حبينا قبل ندوة الاستثمار نوريه أن تونس قادرة أن تستقطب مشاريع ضخمة بهذا الحجم. اليوم أيضا مهم أن يقع متابعة هذه المشاريع. ولجعل تونس وجهة استثمارية، أكد وزير التنمية والتعاون والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي أن الاستعدادات اللوجستية والأمنية جارية لإنجاح مؤتمر الاستثمار الدولي الذي سينعقد يومي 29 و30 من الشهر الجاري، مؤكدا أن المستثمرين الأجانب بدأوا يتوافدون على تونس للمشاركة في هذا الملتقى. بعض أيام قبل انطلاق المؤتمر 29 و30 نوفمبر، اليوم نجم نأكد لي فما حضور كبير من الوفود الأجنبية، وفود رسمية وكذلك أصحاب قرار من العالم جايين على تونس، تقريبا أكثر من 1400 الآن. للأسف يعني قاعة الاستيعاب، يعني طاقة الاستيعاب قصر المؤتمرات، قبلنا تقريبا جاونا وطلب في 8000 وقبلنا إلا 3500، وهذا يوري لي فما يعني انتغي على تونس. فما مشاريع باش تقدم كما قلت لكم 145 مشروع، منهم مشاريع حكوميه، مشاريع بين القطاع الخاص والقطاع العام، وكذلك مشاريع خاصه. الاستعدادات الاخيره اللوجستيه، الوفود بدات توصل من البارح، باش تكمل اليوم وان شاء الله نهار 2 ونهار 3 الصباح عندنا وفود رسميه زاده توصل. يبدا الافتتاح بافتتاح سياسي بحضور سيد رئيس الجمهوريه وحضور كذلك رئيس الوزراء الفرنسي وسمو أمير قطر وكذلك رئيس الوزراء الجزائري. كذلك عندنا وزراء من العالم جايين، ورؤساء مؤسسات مالية عالمية وصناديق استثمارية باش يتكلموا في الحصة الأولى. في منطقة ريفية في باجة، ومع بداية الموسم الفلاحي، تم بعث مشروع استثماري لإنتاج مختلف الأصناف من البذور وفق مواصفات دقيقة، مشروع يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني والإفريقي. هو أحد المشاريع الفلاحية الرائدة في القطاع الفلاحي، فتح أبوابه مع انطلاقة الموسم الفلاحي الحالي. هو المشروع شركة البذور الممتازة، يتمثل في تركيز وحدة صناعية بأحدث المعدات والوسائل التقنية،
والتوجه متاعنا كان في إطار معناها دعم قطاع الحبوب بصفة خاصة اللي تأتى نظرا للظروف اللي تمر بها القطاع اللي قعد ربما يشكو عديد من الإخلالات. فعلا الاستثمار الفلاحي هذايا في جهة باجة اللي هي تعتبر مركز الثقل لإنتاج الحبوب مش أعطى دفع وديناميكية للجهة ولجهات الشمال الغربي وباقي جهات إنتاج الحبوب. هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه على المستويين الوطني والإفريقي ساهم في توفير مواطن شغل لعشرات العاطلين عن العمل، مثل ما ساهم في التقليل من حدة النقص الحاصل في البذور هذا الموسم. أخلقنا معناها موارد رزق لبرشا عائلات من هنا من الجهات هذه جهات الشمال الغربي، وإن شاء الله في المستقبل مع تدعيم الإنتاج وباش نكثروا في الأراضي اللي تتزرع معناها بالبذور متاعنا إن شاء الله نفوت معناها الـ 120 موت تنشغل. رهان الاستثمار في المناطق الداخلية كسبه هذا المشروع رغم صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما رافق تركيزه من صعوبات، ليسهم منذ انطلاقته في إضفاء حركية على هذه المنطقة الريفية بولاية باجة في انتظار الانخراط في منظومة التصدير. البرنامج هذا نتاع شركة البذور الممتازة يتمثل باش يكون الاستثمار موجه لإنتاج البذور ذات قيمة عالية ذات جودة عالية، نحسن المردودية من خلالها من الفلاحين متاعنا باش ينجوا أكثر باش يعطيونا إنتاجية مخير ونأثروهم على الطوال العام وكيك نضمن إنتاج أوفر. آفاق واسعة للاستثمار في المناطق الداخلية، إلا أن تدني البنية الأساسية ضرورية تظل عوائق أساسية أمام استحثاث نسق بعث المشاريع. سيتم النظر في النصوص التطبيقية الثلاثة للقانون الجديد للاستثمار الذي سيتم اعتماده ابتداء من غرة جان في 2017. سيتم النظر فيها منتصف شهر ديسمبر القادم من قبل مجلس وزري. وتحدد هذه النصوص أشكال وشروط تطبيق قانون الاستثمار فيما يتعلق بالتشجيعات المالية أي المنح وقائمة النشاطات وأجل منح التراخيص والجانب الهيكلي، علما أن الحكومة سعت لاعتماد هذه النصوص التي تم إعدادها بالتوازي مع قانون الاستثمار قبل انعقاد ندوة الدولية للاستثمار في تونس. قرر أعضاء الهيئة الوطنية لعمادة المحامين أن ترابط بداية من الغد في مقر مجلس نواب الشعب إلى غاية عرض الأبواب المتعلقة بجباية المحامين ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة على لجنة المالية. كما قرروا تنفيذ إضراب عام حضوري للمحامين مع إغلاق المكاتب من 29 من الشهر الجاري إلى غرة ديسمبر القادم. ووفقا لما تضمنته اللائحة المنبثقة عن الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة التي انعقدت مساء أمس، فإن المحامين سيتبعون تحركات نضالية أخرى في صورة إصرار الحكومة على موقفها وعدم سحب جميع الأحكام الانتقائية الخاصة بالمحامين وفق تعبيرهم. بمناسبة الأيام الدولية للأمم المتحدة المتمثلة في حملة 16 يوما لمناهضة العنف المسلط ضد النساء، تتواصل لغاية 10 ديسمبر القادم جملة من التظاهرات. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية نظم يوما تنشيطيا مفتوحا موجها للأطفال والشباب حول العنف المسلط على الطفل تحت شعار مدرسة تنبذ العنف وتؤسس للحوار. التظاهرة حضرها عدد من الأطفال والأولياء، وأثثتها جملة من العروض التنشيطية التي تتمحور حول العنف في الفضاء المدرسي. نعرفوا لأطفالنا يعيشوا العنف في الفضاء المدرسي وأيضا في الفضاء العام. قلنا اليوم نحسوا الوليدات الصغيرات ونخلوهم يعبروا على كيفاش يعيشوا هما ويتعايشوا وربما مع العنف وكيفاش يراوا هما العنف، يعبروا عليه عبر الصورة، عبر فيلم تو تشوفوه، عبر سبوت يدعو فيه هما إلى نبذ العنف داخل الفضاء المدرسي، ونأسوا إلى مدرسة تنبذ العنف ولكن تقبل الحوار. يحسم اليوم في فرنسا اختيار مرشح يمين الوسط للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الربيع المقبل، وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها منذ الصباح للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية التي يتنافس فيها رئيس الوزراء السابقان ألان جوبي وفرانسوا فيون. في أكثر من 10,000 مركز اقتراع في أنحاء فرنسا انطلقت ثاني جولة تصويت في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح يمين الوسط للانتخابات الرئاسية، جولة يتنافس فيها رئيس الوزراء الفرنسيان السابقان فرانسوا فيون وألان جوبي.
وتظهر استطلاعات للرأي أن فيون هو الأوفر حظا في السباق بعد أن فاجأ منافسه بتصدره وبفريق كبير أول جولة تصويت في الانتخابات التي جرت الأحد الفارط. هذا ويتعهد فيون بتنفيذ إصلاحات جذرية في الاقتصاد الفرنسي المثقل باللوائح، كما تعهد بتحجيم دور الدولة وخفض الإنفاق الحكومي المتضخم. تعهدات كانت محل انتقادات ألان جوبي الذي حاول استعادة الزخم في حملته بمهاجمة البرنامج الإصلاحي لمنافسه. جوبي الذي وصف فيون بالمفتقر إلى المصداقية يروج لنفسه كأفضل مرشح لحزب الجمهوريين والقادر على التغلب على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الربيع المقبل. وفي انتظار النتائج الأولية التي ستبدأ في الظهور خلال ساعة ونصف من إغلاق مراكز الاقتراع مساء اليوم، يأمل جوبي أن تساعده حنكته السياسية في قلب المعادلة الانتخابية والفوز بالجولة الثانية أمام منافسه فيون الذي يأمل أن يحتفظ بنفس الفارق من الأصوات أو أن يعمقه. في ليبيا، ومع التوتر الذي ما زال يشوب بعض المدن هناك، تشهد ساحة الدبلوماسية تحركات سريعة. فقد قبل أمس رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج في طرابلس أوراق اعتماد 4 من السفراء لكل من فرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي. هذا المكان التاريخي الرمز في مدينة طرابلس شهد اليوم تقديم أوراق اعتماد 4 سفراء أوروبيين، وأيضا سفيرة الاتحاد الأوروبي في طرابلس. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الأمور تتحسن تدريجيا، وأن الدولة بدأت تتحرك في الاتجاه الصحيح. وفي سوريا، أعلن الجيش السوري أنه سيطر على حي استراتيجي شرق حلب بعد معارك ضارية. المعارضة من جهتها أعلنت أن الضربات الجوية المكثفة ونقص المستشفيات تسببا في انهيار جبهتها الأمامية. في الأثناء، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية القطري أن بلاده ستواصل تسليح المعارضة السورية حتى إذا أنهى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الدعم الأمريكي. في الكويت، 60% هي نسبة التغيير في مجلس الأمة. فقد كشفت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي عن حدوث تغيير في أسماء الفائزين بين انتخابات 13 و 2016 و 2000 بنسبة 60%. فقد حفظ 20 نائبا سابقون على مقاعدهم الانتخابية، فيما دخل المجلس 30 آخرون من الجدد. ووفقا للنتائج المعلنة اليوم، فقد فازت المعارضة وحلفاؤها بقرابة نصف المقاعد وعددها 50، وهو ما يثير المخاوف من تعطل سياسي جديد لعمل مجلس الأمة الكويتي. عودة لتونس، حيث تم صباح اليوم في قصر السعيد في العاصمة فتح معرض عهد الأمان للعموم، معرض أقبل على مشاهدة أثاره الفنية جمهور من فئات عمرية مختلفة. ما إن تم فتح أبواب قصر سعيد باردو لاستقبال زائريه، حتى سارع الأطفال بالتوزع في أروقته لمشاهدة هذه الأثار الفنية التي تعود لفترة حكم البيات. أطفال حمل بعضهم قلما وكراسا لمساعدة الذاكرة على تخزين تواريخ وأسماء وأحداث ميزت هذه الفترة. قريت على الأسلحة وكل شيء اللي هنا معناتها في الكتب، ما كنتش نتخيل ما كيف في الحقيقة، معناتها أول مرة، معناتها ما كنتش نتخيل حاجات كي صغار، والله كل حاجة صغيرونة، والله الكتب حاجة عظيمة وكلها ذهب وكل شيء، فهمت؟ عجبني كل شيء. عجبوني أكثر حاجة لي تابلو والوثائق التاريخية المكتوبة والوثائق التاريخية الصامتة. هذه المعالم التاريخية التي نقرأ عنها في الكتب ونسمع بخصوصها عديد الأشياء، عندما نشاهدها بأم العين فإن هذه اللحظة تكون مصحوبة بعلامات الدهشة، وهذا ما لاحظناه على وجوه بعض زائري هذا المعرض. والله حسيت روحي باش نبكي، خاطر هذوما نصوص ما شفناهمش وما نعرفوهاش، وحاجه نقصتنا في حياتنا. وفي حسيت فخر كبير ياسر، على خاطر استرجعنا تاريخنا. المعرض هذا حاجه خارقه للعاده اللي باش يرجع الاعتبار ويوحد التوانسه، وهذا مش ممكن نساووه.
تاريخنا، كيفاش ننساو تاريخنا؟ ورغم وجود علامات تمنع التقاط صور فوتوغرافية وأخرى تدعو زائرين لعدم لمس الآثار المعروضة على غرار كل المعارض التاريخية، فإن البعض لم يلتزم بهذه التعليمات، في حين أظهر البعض الآخر سلوكا حضريا يتماشى وطبيعة هذه المعروضات. تصوير ممنوع، ممنوع كما في المتاحف الكل، معناتها في الخارج ممنوع، كان كل واحد يصور ويهبط على الفيسبوك معناتها ما يجيش. فما شكون يمس فيهم اللوحات، يمسح عليهم هكا، قلنا له راهو ما تنجمش تمسهم. فما الناس للاسف معناتها ما يفهموش السلوك نتاعهم. عندنا حتى شكون قعد على الدخول، كي نجمنا نشوفوهم لازم نستحفظوا عليهم باش احنا اولادهم هما يجمو يشوفوهم، خاطر باش يقعدوا للجينيراسيون تاعنا وللي بعد ولا الاخرين الكل اللي بعدنا الكل. انا والخويا ما نبربشوش دبش ما نمسوهمش، خاطر يعني كيما حاجه لازم تستحفظ عليها تقعد في المتحف. معرض عهد الأمان الذي يحتضنه قصر سعيد ولمدة 3 أشهر ليتحول بعد ذلك إلى متحف سيكون مفتوحا للعموم طيلة الأسبوع ما عدا يوم الثلاثاء من 10 صباحا إلى 6 مساء بسعر 5 دنانير للكهول و3 دنانير للطلبة ومجانا للأطفال. أسدل الستار ليلة أمس على الدورة 18 لأيام قرطاج المسرحية، وقد تحصل العمل المسرحي التونسي عروق الرمل للمخرج حافظ الليط على جائزة المؤسسة المسرحية البلجيكية زو هيومن وجائزة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لأفضل مسرحية تونسية. كما تحصل فني التوظيب التونسي صبري العتروس على جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل لأحسن توظيب عن مجمل أعماله المسرحية الأخيرة، ومنها دون كيشوت. والمؤسسة التونسية نساء وذاكرة منحت جائزة فضيلة ختمي لأحسن ممثلة واعدة للفنانة المسرحية التونسية منى المودي عن دورها في مسرحية ثورة دون كيشوت. كما تحصلت مسرحية أشقف لإخراج سيرين جنون ومجدي أبو مطر ومسرحية غفلة لمريم بوبعجاجة من تونس على تنويه خاص من لجنة جائزة أفضل عمل تونسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. نظمت المندوبية الجهوية للثقافة في المهدية الدورة الأولى لمهرجان الشعر العربي الذي حضره مجموعة من الشعراء التونسيين والعرب. هذه التظاهرة التي تأتي بمناسبة مرور 1100 عام على تأسيس المهدية. هذا الصمت في أفق المكان يعلو من الحجر الدفيء، لا شيء يخدش مستقر أصابعي، وهواء ليلتنا تقدم طائعا. بهذه الأبيات الشعرية افتتحت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الشعر العربي بالمهدية، والتي كانت بإمضاء الشاعر المغربي محمد بن نيس الذي كان من بين المكرمين في هذه التظاهرة. أنا أعتبر دائما تكريم الشعراء هو تكريم للجميع، وهنا أحيي هذا المهرجان لأنه يفكر في هذه اللحظة التي هي استثناء في حياة الشعراء وأيضا في حياة الثقافات والشعر بصفة عامة. هذا المهرجان حضره إلى جانب التونسيين شعراء عرب من كل من سوريا والمغرب والجزائر وفلسطين ومصر وموريتانيا والعراق ولبنان والإمارات والأردن. الذي عهدناه في تونس أنها صارت منذ زمن بعيد أيقونة العالم العربي في النشاط الثقافي الجاد، وعلى الأخص ما يجري من تنافس بين مدنها جميعا في إحياء المهرجانات. تونس الحبيبة، تونس الحبيب بورقيبة، تونس ذكرى، تونس هذا الجمال، هذه السيدات الجميلات الرائعات الحرات خلينا نقول. أنا سعيدة كثير اليوم اللي ألتقي بالجمهور التونسي في محفل مثل هذا وفي مهرجان الشعر العربي في دورته الأولى كشاعرة وكناقدة. أطرح ورقة بخصوص لماذا الشعر الآن؟ المشهد الشعري في تونس حق يتطور منذ عقدين من الزمن تقريبا، والآن هو يتصدر ليس في تقديري الشخصي وإنما في تقدير شعراء كبار مثل سعد يوسف الذي أشاد بذلك، يتصدر المشهد الشعري العربي عامة. هذا ملتقى في المهدي اليوم ملتقى هام جدا، ويكاد يكون الأول من نوعه
أظن في ليس في المهدي ربما حتى في تونس. لماذا الشعر الآن؟ هو الشعر وهذه التظاهرة التي تضمنت إلى جانب الأمسيات الشعرية ندوات علمية وحوارية تبحث في ماهية الشعر في ظل التغيرات التي يعيشها الإنسان. الفكرة كانت احتفاء ب 1100 سنة على تأسيس مدينة المهدية. هذه التظاهرة أردناها احتفاء بالشعر في مدينة الشعر المهدية. كذلك أعداد هذه التظاهرة كان فيه تشاركية ما بين المثقفين والشعراء وجمعيات في المهدية وخارج المهدية. التظاهرة هذه فيها حيز للمعتمديات والجهات الداخلية لولاية المهدية. مهرجان الشعر العربي بالمهدية بادرة تكاد تكون الأولى من نوعها في تونس، ستليها تظاهرات عربية أخرى في الجهة، علها تساهم في تنشيط وأحياء عاصمة الفاطميين التي تحتفل هذه السنة بمرور 1100 سنة على تأسيسها. في أخبار الرياضة، تدور بعد قليل منافسات الدفعة الثانية من الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ويستضيف نادي البنزرتي شبيبة القيروان، ويلاقي اتحاد تطاوين جاره اتحاد بن قردان، ويواجه الملعب الجابسي الترجي الرياضي، فيما يستضيف النادي الرياضي صفاقسي أولمبيك سيدي بوزيد. بخبر علمي نختم النشرة، فالروبوتات من المجالات التي يتم التركيز عليها في العديد من البلدان المتقدمة. في أستراليا أقيمت مسابقة للروبوتات تتمتع بميزة التحكم الذاتي واجتياز العقبات بمشاركة عدد كبير من الأطفال من مختلف جهات البلاد. الغاية من هذه المسابقة خلق تكنولوجيا المستقبل ومنح هؤلاء الأطفال الفرصة على العمل واستعراض مواهبهم. في الختام إليكم تذكيرنا بالعناوين: إعطاء إشارة انطلاق المرحلتين الأولى والثانية لمشروع مرفأ تونس المالي في الحسيان بكلفة جملية تقدر بحوالي 6 مليار دينار فاصل 5. في ختام أشغالها، الهيئة الوطنية للمحامين تقرر الإضراب العام الحضوري لمدة 3 أيام بداية من 29 من نوفمبر الجاري. اليمين الفرنسي يحسم اليوم في الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية بين المتنافسين فرانسوا فيون وألان جوبي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.